علوم البلاد مباشرة من مركز أخبار شبكة الأولى الإذاعية. طورنا منصات، منصة رقمية من خلالها زائر معرض جايتكس اليوم يتواصل مع عارض الخدمة، سواء كانت عندنا خدمة الإقامة الذهبية أو عندنا خدمة الجيل القادم من المنافذ وعندنا خدمة السعادة للمسافرين. اليوم يقدر يتواصل عن بعد من المنصة في المركز التجاري، وبعد في نفس الوقت اليوم عندنا عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي منصة رقمية يقدر يدخل عن طريقها ويقدر كأنه زائر المركز التجاري وكأنه يطلع على خدماتنا ويقدر يكلم اليوم موظفينا، وإذا بغى يستفسر عن أي معاملة أي إجراء أو يقدم على خدمة أو إجراء يقدر اليوم عن طريق هاي المنصة الافتراضية تقديم كل خدماتنا وجميع الاستفسارات.